Bu. Selamat malam. What the? Jesus Christ. السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشاب الذي كان يقود الدراجة في الليل فحصل له شيء مرعب إلى الفتاة التي هاجمها الجن. سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا صدفة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. Son las 3 de la mañana y llegué el ruido. Vine a la cocina y escuché un ruido. تم تصوير هذا الفيديو المرعب في المكسيك. الرجل الذي صور التسجيل يقول بأنه أصبح يعاني مؤخرا هو وزوجته وأطفاله من أحداث مخيفة بدأت تحصل في المنزل، حيث يسمعون أصواتا قوية ومخيفة في أوقات متأخرة من الليل. ويضيف بأنه في إحدى الليالي رأى مخلوقا شفافا أسود يشبه شكله لامرأة يقف أمامه مباشرة، لكنه اختفى بسرعة. وقد كان ذلك الموقف مرعبا جدا، لكن في هذه الليلة تمكن الرجل ولأول مرة من تصوير ذلك المخلوق. ففي وقت متأخر من الليل وبينما كان الكل نائما، سمع الأب أصواتا غريبة تأتي من إحدى الغرف، فقام بفتح بث مباشر على حسابه وذهب لاستكشاف الأمر، لكن ما حصل له كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. Tres de la mañana y escuché un ruido. Vine a la cocina y escuché un ruido en el cuarto de la niña. De hecho, ya había grabado como algo en la cuna, como una mujer de cabellera negra larga. Y entonces ahorita, curiosamente, escuché como un lamento. Creí que eran mis nervios, creí que era parte de no sé, algo exterior, algo fuera de la casa, pero claramente ahorita que fui a tomar agua volví a escuchar un lamento. Voy con una linterna porque no quiero que nadie se despierte y se preocupe. De hecho, ya mi niña ya no duerme aquí por lo mismo. Decidí no volverla a traer para acá hasta que las cosas se calmaran y parece que continúan. Y esto se vuelve cada vez peor. Como que alcancé a escuchar algo. Alcancé a escuchar algo. Desde este lado. Escuché. Como una respiración. No puede ser. Es como una respiración. Es como una. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues sí, los perros ya están. Los perros están nerviosos también. Puede ser. ¿Qué quieres? No hay nada y no hay manera de que se pueda estar aquí alguien. No hay nada. Todavía no hay manera de que alguien pudiera estar aquí. No hay manera. No puede ser posible esto. No puede ser posible. ¿Qué quieres? ¡Aléjate! ¡Aléjate!
يمكنكم ملاحظة ظهور شخصية بشعر داكن طويل تقف في الزاوية وتحدق للرجل. بعد ذلك اختفت. تشجع الرجل وذهب لاستكشاف الأمر، لكنه لم يجد أي أحد، وكأن ذلك الشيء قد تبخر في الهواء. الغريب والمحير في الأمر هو أن هذا الشيء حصل في بث مباشر، وكما هو معروف فالبث المباشر من المستحيل التعديل عليها. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puede ser un poder visto una cabellera negra otra vez. يعتقد الرجل بأن ما ظهر كان جنا حقيقيا تشكل على تلك الهيئة، ويقول بأن منزله مسكون. فما رأيكم، هل بالفعل ما ظهر كان جنا حقيقيا كما يقال، أم أن هذا شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. الفيديو المخيف التالي انتشر بشكل جنوني على موقع تيك توك وشاهده الملايين، لكنه في الأصل نشر على موقع تويتر من طرف رجل أندونيسي يدعى محمد. يقول محمد بأنه في هذا اليوم كان مسافرا بالطائرة من أندونيسيا متجها نحو بالي، وقد كان أول واحد يصعد على متن هذه الطائرة الفارغة. وأثناء صعوده للطائرة قام بتصوير فيديو ليرسله لزوجته، لكن عندما شاهدت زوجته الفيديو الذي تم إرساله ظهر لها شيء مخيف ولا يصدق، وهذا هو التسجيل. شخص أو شيء ما بملامح شاحبة ومخيفة وعينان شديدة السواد ظهر بين المقاعد بعد ذلك اختفى. لكن عندما وصل محمد إلى هناك ستلاحظون بأن لا أحد موجود. عند مراجعة محمد للفيديو أصيب بصدمة وقال بأنه كان الشخص الوحيد الموجود في الطائرة في تلك اللحظة، وبأن لا أحد كان في ذلك المكان. تمت مشاهدة هذا الفيديو أكثر من 15 مليون مرة على تيك توك، ويعتقد أغلب المشاهدين بأن ما ظهر قد يكون جنا حقيقيا أو أنه روح أحد الركاب الذين فقدوا حياتهم في السابق داخل الطائرة. فما رأيكم؟ رقم 3. هذا الفيديو نشره رجل على حسابه في تيك توك وقد أثار جدلا كبيرا. يقول الرجل بأنه قبل تصويره لهذا الفيديو كان يعاني هو وزوجته من أحداث غريبة بدأت تحصل في المنزل، كسماعهم لأصوات غريبة ورؤيتهم لأشياء تتحرك من تلقاء نفسها. لذلك في هذا اليوم عندما سمع الرجل صوتا غريبا يأتي من مكان ما في المنزل، قرر هذه المرة أن يحمل الكاميرا يذهب لاستكشاف مصدر الصوت، لكن ما وجده كان مرعبا لحد كبير. فلنشاهد التسجيل. What are you doing?
What the? Jesus Christ! شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. What the? Jesus! مخلوق شفاف يشبه شكله البشر كان يختبئ خلف الأريكة، كان منحني ثم وقف ليختفي بعد ذلك في لمح البصر. لكن يبدو بأن الرجل عندما رأى هذا المخلوق لم تكن ردة فعله قوية، لكن عند رؤيته لزوجته فجأة كانت ردة فعله أقوى وكان خائفا أكثر. What the... Jesus Christ. فما رأيكم؟ هل بالفعل ما تم تصويره كان مخلوقا غريبا أو جن كما يقال، أم أن هذا ليس سوى فيديو مفبرك ومؤثرات تم صنعها بطريقة احترافية؟ رقم 4. يعود هذا الفيديو لسنة 2015 وقد صور في إحدى المصانع بأندونيسيا. ففي وقت متأخر من الليل كان هذا الشاب يصور زملائه في العمل والذين بقوا يعملون في الليل لساعات إضافية، وكان كذلك يقوم بجولة داخل المصنع ويصور المكان. بعد ذلك وفجأة ظهر له شيء مرعب جعله يصرخ بقوة ويجري من شدة الخوف. فلنشاهد التسجيل. رأى الشاب شخصية بيضاء شفافة تحلق في الهواء وتتحرك ببطء. قال بعض المشاهدين في التعليقات بأن هذا ليس بجن كما يقال، وبأن هذه ليست سوى قطعة قماش بيضاء تحلق في ذلك المكان. لكن صاحب الفيديو يقسم بأن ما شاهده كان مرعبا جدا، ومن المستحيل أن تكون هذه قطعة قماش، لأن ما رآه بأم عينه كان واضحا ومختلفا تماما عن ما صورته الكاميرا. فما رأيكم؟ هل بالفعل ما صوره الشاب كان جنا أو مخلوقا غريبا كما يقال، أم أن هذا شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 5. الفيديو التالي نشره شاب على حسابه في تيك توك وقد اشتهر بشكل كبير في وقت وجيز ووصل عدد مشاهداته لأكثر من 5.5 ملايين. عند البحث عن المصدر الأصلي للفيديو وجدت بأنه نشر على اليوتيوب في شهر يونيو من سنة 2022، ويظهر فيه شاب وصديقه كان يقودان دراجة نارية في طريق مظلم. بعد ذلك وبشكل غير متوقع ظهر لهم هذا الشيء. Serem banget nih lewat sini. Saya ada rumah. Nah, itu oh ada orang lewat, Kak. Tuh, tuh. Orang lewat. Bu. Berhenti, 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 berhenti. Bisa lihat mukanya ya? Muat. Bu.
أغلب الصفحات التي تكلمت عن هذا الفيديو قالت بأن ما تم تصويره كان جنا أو مخلوقا غريبا يقود دراجة هوائية، لكن عند ترجمة ما كتبه صاحب الفيديو الأصلي في الوصف وجدنا بأنه يقول بأن هذا ليس سوى عرض تمثيلي لقصة رعب مشهورة. لكن في الآخر وبغض النظر عن ما يقال، أود معرفة ردة فعلك بصراحة لو كنت لوحدك في طريق مظلم فجأة رأيت هذا الشيء يتجه نحوك. إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.